كلمس من أجل عليكو وآياتو ومحبته للمسيح. لولك ليل الجوهر صديق السواح ولا برر ولا أنبياء الذي تبع سيدنا المسيح. هو الأنبى إبراهام أسقف في الفيوم الراعي الحقيقي معلم الفضائل. داود أعلمنا بالحقيقة أنه طبل الذي يتفهم في أمر المسكين والفقير والرب ينجي. مثل أبونا إبراهيم أبو إسحاق ويعقوب أحببت بالرحمة وأكملت الوصايا. تعودت الشهادة للقلب والأكل مع الفقراء بالتضاع عظيم أحببت رعيتك. أحب الأرض يبحثوا عن أمنية جديدة لكن أبانيك في السماء أمنية سمائية. عجائبك شفيت المرضى وتنبأت بالعظائم وأخرجت الشياطين. صرت لنا قدوتك في سرتك الطاهرة بالمحبة والرحمة والشهادة. يا أبانا القديس الأنبا براءة